اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم يا من ختم دون تحقيق معرفته ذكي الجنان وأقل دون الإبانة أن كنه عظمته جري اللسان فالمرء إذا رام الارتقاء إليه بأحدهما خانه جناح لسانه وقلبه الخافقان أنت الذي وقف لك في هذه الساعات الواقفون بعرفات محشورين إلى بابك من كل فج عميق لاختلاف اللغات والصفات شعثا غبرا كأنما أنشروا ليوم النشور ملتفين في أطمار كأنها أكفان أصحاب القبور يدعونك يا رب العالمين خوفا وطمعا للدنيا والدين ويسترحمونك يا أرحم الراحمين اللهم ونحن عبيدك وإن كنا غيبا عن ذلك المقام بأبداننا فنحن حضور بأنفسنا وأدياننا اللهم فصل على محمد وآله والهدنا بعين رحمتك التي تلهذ بها أصفياك من حاضري ذلك المقام واجعل لنا من صالح ما يدعون به أجل الأقسام اللهم ألبسنا لباس العافية للحياة ولباس التقوى للممات وارزقنا من الباقيات الصالحات اللهم اجعلنا ممن نفستهم عن خناق همومهم للدنيا وكروبهم وأثبتنا في صحيفة من حببت إليهم الإيمان وزينته في قلوبهم وألحقنا بأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اللهم اجعل شغل الدنيا أقل أشغالنا وعلم الآخرة مجموع أعمالنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا بصلاح أعمالنا اللهم ارحم فقر من هو إلى نبتة تغذيه من نبات الأرض فقير وأسرى من هو بيد تصاريف الأيام والليالي أسير وضعف من هو عند سلطان الموت ضعيف حقير اللهم وإن من كانت هذه حاله تؤلمه البقة وتقتله الشرقة فحقيق أن تناله منك الرحمة والرقة فلا يضيق به من مراحمك مذهب ولا يفوته من عواطفك مطلب ولا يتقدر عليه من مشارب حكمك مشرب اللهم فأسكننا من جوارك دارا سليمة من الآفات بريئة من العاهات وأولنا منك حياة تجعلها بعقدة الخلود معقودا وقواطع سيوف الحثان دونها مغمودا اللهم جللنا جلال صونك ما أحييتنا وأحمنا بحما أمانك وأمنك ما أبقيتنا اللهم إنك تعلم أننا خرجنا مجاهدين في سبيلك ابتغاء مرضاتك عن أوطاننا وحملنا عظيم الكلف والمشاق في نفوسنا وأبداننا نجاهد الظالمين الذين شهروا سيوف البغي ونشروا أعلام الغي وتجرؤوا على عظيم الإجرام وهتكوا حرمة الإسلام فديار المسلمين في حريق قتلهم وأسرهم وحريمهم في هتكة فحشهم ونكرهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وطول لنا بنصرك العزيز عليهم يدا واجعل لنا من حولك وقوتك على إيهان حولهم وقوتهم مددا وأقم لحق آل محمد صلى الله عليه وعلى آله بزهق باطلهم عمدا وفت يا رب في عدد المتخذين للمضلين منهم عددا اللهم إن الإيمان برز إلى الكفر
والكفر برز إلى الإيمان فنكس يا رب راية الشيطان لينقص على عقبيه إذا ترعت الفئتان واحفظ اللهم حرمك الأمين من بأس الفيل اللئين ودمر عليه وعلى حشدته إخوان الشياطين وجل يا رب أجسامهم مواقع الحتوف ودماءهم مناهل السيوف وارحم أكبادا من ظلمهم حراء وعيونا من أذاهم عبراء ودماء للمسلمين بسيوفهم مطلولا وأرواحا من أجسادهم مسلولا وحريما كشفت أنها بأيديهم أستارها وأحاط بها في قبضتهم عوارها اللهم يا من تعفرت بالسجود لعظمته الخدود توكلنا عليك وهذه خدودنا متعفرة بالسجود بين يديك فارحم منا ذلة المقام وأجب سؤالنا في عز الإسلام وأيدنا من نصرك العزيز بما ننال به منالة ذوي البصائر الموقنين الذين أيقنوا أن وعدك الحق حيث قلت سبحانك وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولله الحمد والمنة وصلى الله على سيدنا محمد وآله خير الأمة وسلم عليهم أجمعين.